ادخل. اهلا يا علا، اهلا وسهلا. المكتب نور، اتفضلي. زيد فضلك يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. شوفي بقى يا مدام زوزو، انا جايه هنا اعمل اتفاق. خير؟ خير ان شاء الله خير. ايه ده؟ ده يا حبيبتي المبلغ اللي كنتي هتطلعيه من الشغلانه دي لغايه تلبيس الدبل كده. ليه بس كده يا علا؟ ليه يا حبيبتي تزني فيا الظن ده؟ ده احنا خلاص بقينا اهل. كام دول؟ 4000 جنيه. حلوين حلوين. طلباتك؟ نلم الليله بقى ونخلص. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ هفهمك. احنا كده بقى ايه، فهمنا الليله يا مدام زوزو، يعني فهمنا ان انت كل مقابله بمبلغ، كل مرحله بتسعيره، عرفنا برضو ان انت بتكلمي اهل العريس وتقولي لهم لا استنوا شويه، بتاخري موضوع الدبل عشان تلهفي فلوس اكتر. فانا بقول لك اهو الصراحه، الراجل بقاله شهرين طالع نازل، وانا حايشه ابويا بالعافيه، وبيني وبينك يعني انا اتعلقت بيه جدا جدا. فانا بقول بقى ايه، حاجه من الاثنين، يا نقرا الفاتحه الاسبوع ده، يا نفضها بقى سيره وتديني فلوسي تاني. لا نفضها سيره، ده ايه، هو لعب عيال؟ هنقرا الفاتحه والنهارده. وطبعا انتوا عارفين بقى اللي حصل في اليوم الموعود. كان عندي سؤال صغير بس. اي طبعا، قوي قوي. اللي انت اسمك ايه يا جميل؟ مش ممكن. شكرا يا عصام. لا بجد اسمك ايه؟ نعم. ايه ايه اسمك ايه؟ ايه اللي اسمك ايه دي يا عصام؟ ايه ده؟ ايه ذاكرة السمكة اللي انت فيها دي؟ ايه يا عصام، بقالك اسبوعين داخل خارج داخل خارج، ده انت عارف اسمي وعارف، ده انت النمر جزم صاحباتي، انت عارفها يا عصام. ايه ده؟ لا ما هو بصي، ما هي اصل ايه، اصل ايه يا عصام بقى؟ دي ادخل أصل... في المفيد يلا. دي اصل المشكلة. مشكلة ايه يا عصام؟ انا مش عصام، انا حسام. حسام مين؟ حسام اخ عصام. عصام مين؟ عصام مين ايه؟ عصام اللي جايلك، انا حسام اخوه. ايوه. الحقيني يا ماما. في ايه مالك؟ ايه يا روح ماما مالك؟ بيقول لك ده حسام اخو عصام. حسام اخو حصان مين؟ فيها ايه يا دكتوره؟ حسام توأم عصام، يعني هي هياه. هي هياه؟ الحقيني يا ماما. اصل عصام مدرس لغه عربيه كبير وليه مكانته. بعد تفكير قرر انه ما يتجوزش واحده فوق الـ30، لكن حسام دبلوم صنايع ونفسه حلوه وما عندوش مانع يشيل. الحقيقة يا ماما. معلش معلش يا بنت، معلش. انت كده حبيبتي اللي حظك مدوحس. طب انا بقول يعني بالحاجات اللي احنا صرفناها وكعيناها دي، ممكن حضرتك تتخطب لها ولو اسبوعين ثلاثه يعني، لو ما كانش فيه مانع.